بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ومن أظلم ممن منع مساجد
صدق الله.